بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 30/11/2022 ويانا الاستاذه الجامعيه اللي سوت عمليه بغداد على الركبتين قبل 8 ايام. تمام؟ مو صوتك عيني؟ نعم نعم. 8 ايام؟ نعم الله عليك. يلا امشي لنا. شفتي قبل تعرجين؟ هسه ما شاء الله لا قوه الا بالله. على كيفك عيني مو ما انا ما سيطر ارجع. اي على كيفك هي في دول الله. تمام. يلا العرجه راحت لو ما راحت؟ صوتك شوي عالي. الحمد لله والشكر دكتور والله يبارك فيك ان شاء الله. طب قد سوينا العمليه على الركبتين؟ قبل 8 ايام. شو اسم العمليه؟ عمليه بغداد الدكتور امجد الحمداني. رحم الله والديك. والديك. احكي لي الصدق هسه اول يوم من ورا العمليه صار بيك؟ اول يومين طبعا بعد ما فكنا البنج الام بس من اول يوم الحمد لله والشكر بعد ما يعني رحت للبيت مباشرة قدرت أروح الحمام قدرت أوقف مع آلام بس مع ذلك ورا هذا اليومين الحمد لله والشكر يعني ماكو أي ألم وكل اللي زاروني وكل اللي شافوني استغربوا لأنه أنا أستاذة جامعية وأول ما كنت أنا طبعا لأنه صعب علي فالحمد لله والشكر بفضل الله ودكتور أمجد ورب يبارك بي وبإنسانيته وبعلمه. هسه واضح راح اخلي الفيديو قريب شي تتعالجين بيه اقول لك هسه شو كنت راح تحلين العياده انت؟ والله مو بس احلي العياده يعني يمكن يعني هلهلين؟ العالم كله نعم هلهلين يعني؟ لا مو وجهك ما طلعين؟ ما طلعه؟ لا دكتور يعني مو لانه وجهي يطلع او ما يطلع هم المهم عندهم الشيء الحاله المرضيه اللي موجوده عندي والاسباب يعني اكيد كل واحد له اسباب الخاصه بيه اسبابك الخاصه مو إيه ان شاء الله انا ان شاء الله الخوف مالتكم انتم الاسلام العراقي يروح ان شاء الله إيه لا ان شاء الله طلعوا من رب العالمين لا والله تخافون إيه المهم اقول لك باختصار السكر ايش قد كان قبل ما تش علاج والله دكتور انا عندي سكر ايش قد كان كان يطلع خصوصا الفاستنج يعني قبل الافطار كان يطلع 190 هسه ايش قد هسه ما شاء الله 107 مرات 105 بحيث خلال ايش قد خلال تقريبا 15 يوم يعني اسبوعين يعني وصف لي يعني لا تحكي لي تفاصيل يعني من 190 الى 105 105 خلال اسبوعين اي شكرا جزيلا شو كنت راح تحلي العياده ان شاء الله يا رب بخير وسلامه لان انا بعد هسه عندي كم جلسه ويا الدكتور واقرب وقت انا جايه احلي عياده ونوزع خبز العباس وتامرون امر بكل طلباتكم الانسانيه خلي تقول لها ان شاء الله الانسانيه رحم الله والديك. ويانا الاستاذه الجامعيه اكو شغله واحده ما تطلع وجهك والكعبه عيني نسيت تقول شغله كلش مهمه العرجه راحت السكر صار رهيب بالنسبه للوزن لما جيتيني اول مره قبل شقد؟ جيتك قبل تقريبا اسبوعين اول مره قبل اسبوعين؟ لا 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 عفوا 3 اسابيع تقريبا 3 اسابيع نعم ايش قد كان وزنك قبل 3 اسابيع؟ 84 هسه لا ذكرتي 80 قبل 3 اسابيع قبل اسبوعين شلت 82 من اجيتك قبل 3 اسابيع ايش قد كان وزنك؟ 84 هسه ايش قد؟ هسه تقريبا 76 يعني من 84 الى 76 يعني 8 كيلوات خلال 3 اسابيع 3 اسابيع الشغلات اللي وصفت لك اياها كلها شنو؟ والله ما شاء الله يعني كلها اشياء طبيعيه مو كيميائيه وكان لها تاثير ايجابي جدا شاكرا شكرا جزيلا شكرا انا اشكرك انا ممنونه دكتور شكرا استاذ الله يخليك